بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا مع بيم فيوجن، ده برنامج اوبن سورس، برنامج مجاني بيتيح لي ان انا افتح ملفات الـ IFC واتجول من خلالها واعرف اي معلومه انا عايزها من خلاله. البرنامج جميل الصراحه. خلينا نبدا نفتحه واقول له اوبن. هبدا اختار مشروع من عندي من الجهاز بتاعي، وليكن مثلا المشروع دوت، ده ملف IFC، ده ملف لتبادل الملفات او المعلومات بين برامج البيم. يعني ممكن كنت شغال على برنامج وانا شغال على برنامج واحد تاني شغال على برنامج تالت، فكل برنامج ليه امتداد معين، فعساس ان يبقى سهل ان انا اتبادل في ملف في امتداد اسمه IFC، بقدر اعمل اكسبورت من البرنامج لامبورت البرنامج اخر. فاقول له اوبن، فبيبدأ يفتح البرنامج في ثواني اهوت. اجي هنا اقول له اوبجكتيف، تبدأ تشوف العناصر الموجودة كلهم، او انا عايز مثلا اشوف البوتوم بس، او عايز اشوف الليفت بس، او عايز اشوف بوتوم اون رايت بالشكل دوت، بولد، عايز اشوف درو فور اول اوبجكت زي ما انت عايز. ممكن اقول له عايز اشوف افها 2D، ممكن ابدأ اعمل زوم زي ما انا عايز، عايز اشوف الباك الفرونت الرايت زي ما تحب. اقول له انا عايز اخد سيكشن، عايز اخد قط. طيب انا عايز السيكشن دوت ابدا اطلع بيه او انزل بيه زي ما انا عايز. بيبدا يقسم لي الشكل، كل يعني عناصر هنا في حتة وعناصر هنا في حتة، بحيث أبدأ أشوف العناصر. تبدأ تدرس كل مكان لوحده. هنا بيجيب لي التكوين بتاع الـ IFC. ممكن مثلا أقول له مش عايز الأبواب، مش عايز الشبابيك مثلا، أبدأ ألغي الحاجة اللي أنا مش عايزها. الوول مثلا كلها هتلاقي شكله اتغير. ممكن اقول له انا عايز اوبجكت اعرضهم لي كلهم، او مش عايز كلهم، انا عايزه على شكل هايد، عايز شكله اعمل ترانسبيرنت. الطيب ده يظهر لي بقى الطيب، ممكن اخفي طيب او اظهر طيب زي ما انا عايز. اعملهم على الجروب الليرات، اقدر اخفي اي لير زي ما انا عايزها. عايز ابدا اقيس، فأقول مثلا عايز اقيس الايدج مثلا او الفوليوم، اعمل سيلكت عليه جزء اقول له الفوليوم قد ايه، عايز اعرف مثلا ايدج قد ايه، عايز ابدا اشوف مثلا يجمع لي حاجه يعمل لي كاونت، فاقوم سيلكت على نفس سيلكت من هنا لهنا مثلا 12 متر، 12 متر برضو كلير سيلكشن. ممكن ابدا اجمع شينج. فهو البرنامج في مجمله برنامج سهل وبسيط وخفيف ولذيذ وكل حاجه. اتمنى ان احنا نجربه بين فيوجن، وبرنامج فري تقدر تحمله من الرابط اللي تحت الفيديو.